إذن لا مشاهدين، ينضم معنا مراسل دجلة في أربيل علي زيتو الحديث أكثر حول الهزة الأرضية التي شعر بها السكان في إقليم كردستان وأربيل تحديدا. التفاصيل لديك علي، تفضل. نعم علي، يوم أمس في الساعة 8:30 هزة أرضية ضربت مدينة أربيل وأيضا ضربت محافظة دهوك، استشعر بها السكان. الهزة الأرضية في دهوك كانت أقوى، ولكن في مدينة أربيل كانت الهزة الأرضية خفيفة مقارنة بالمرات السابقة. طبعا الهزة الأرضية يعني لحسن الحظ لم تكن لديها أو لم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية في إقليم كردستان بشكل عام، ولكن فهذه الهزة كانت مصدرها الزلزال الذي ضرب تركيا، وأيضا استشعر بهذا الزلزال العديد من دول المنطقة منها سوريا ولبنان، وأيضا في إقليم كردستان استشعر سكان محافظتي أربيل ودهوك بهذا الزلزال أو بهذه الهزة الأرضية التي حصلت. يعني في الليل كان هناك حالة من الهلع، ولكن الهدوء النسبي عاد إلى مدينة أربيل وعاد إلى السكان، خاصة في سكان المناطق التي المجمعات السكنية والأبنية الطويلة الذين يسكنون فيها. فبشكل عام يعني الآن هدوء في مدينة أربيل، حالات الهلع الصعيد الحكومي. حكومة إقليم كردستان اليوم أعلنت عقد مؤتمر حول بالضبط هو السؤال حول هذا المؤتمر الخاص بالإجراءات الاحترازية من الزلازل، وتحدثنا عنه أكثر وتضعنا في صورته. نعم، اليوم رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني شارك في مؤتمر عقدته وزارة الإعمار والإسكان في إقليم كردستان. المؤتمر عقد في مدينة أربيل بحضور عدد من الخبراء، وأيضا وزارة الإسكان والإعمار كانت مشاركة، وكما قلت رئيس وزراء إقليم كردستان أيضا كان مشارك. وفي كلمة له وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم أشار إلى أنه ستعتزم حكومة إقليم كردستان أن تعيد النظر في كيفية وآلية بناء المشاريع السكنية في إقليم كردستان، في محافظات إقليم كردستان بشكل عام. هذه الآليات التي سيتم تطبيقها مستقبلا خلال المستقبل القريب ستكون يعني موافقة للآليات والمعايير الدولية للحفاظ على المناطق السكنية والمواطنين في إقليم كردستان من الزلازل أو من الهزات الأرضية التي قد تضرب إقليم كردستان ومحافظات إقليم كردستان. طبعا هذه الآليات تم شرحها بشكل مفصل من قبل خبراء داخل مشاركين في المؤتمر، وتمت الإشارة في المؤتمر إلى أن إقليم كردستان لحسن الحظ لا يقع ضمن المنطقة التي مخاطرها مرتفعة، بل تقع ضمن المنطقة التي مخاطرها متوسطة بخصوص الزلازل التي او الهزات الارضيه. ف يعني الابنيه السكنيه والمجمعات كما اشار وزير الاعمار انه سيتم تقييمها او اعاده تقييمها وفق للبيانات ووفق لطريقه بنائها لكي تتمكن الحكومه من انشاء المشاريع بطريقه تكون مناسبه للمعايير الدوليه، وايضا تحافظ على هذه الابنيه من الزلازل والهزات الأرضية. هذه كانت أبرز النقاط التي ركز عليها المؤتمر. وطبعا حكومة إقليم كردستان يعني في الوقت الحالي تستعد لاتخاذ خطوات جدية بهذا الموضوع، خاصة بعد الهزات الأرضية. هذه هي المرة الثانية التي حصلت فيها الهزات الأرضية. كانت مقر الهزات الأرضية في تركيا في مدينة غازي عنتاب ومدن أخرى تركية، وامتدت قوتها إلى محافظات إقليم كردستان. أكثر المحافظات التي تأثرت كانت محافظة أربيل ومحافظة دهوك، كونها يعني على الخط مع تركيا. محافظة السليمانية لم تتأثر بهذه الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا. شكرا جزيلا مراسلنا في أربيل علي زيتو.